السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيام الحلمية الجميلة برضك أتذكر حادثتين جميلتين. الحادثة الأولى مش حادثة، يعني الأنشطة اللي احنا كنا بنعملها. النشاط الأول كان ماتش الكورة الأسبوعي اللي هو يوم الجمعة اللي كنا بنلعبه في شارع الشيخ محمد شاكر بالكرة الشراب دي اللي انا ذكرتها قبل كده، اللي هي بتجيب شراب وتحط فيه السفنج وتربطها بالخيط وبعدين تحطها في الجله وتبتدي تلعب فيها. كنت انا الجون لفريق اسمه فريق الفناجيل. فريق الفناجيل ده كان فريق الاهلاويه، وكان قدامنا فريق اسمه فريق الدرويش اللي هو فريق الزملكاويه. كنا كل يوم جمعه الفرقتين يلعبوا مع بعض ويحط الطوب علشان نعلم مكان الجول وتلعب الفريقين قدام بعض. وكان طبعا من اجمل الاشياء ان تلاقي كل الناس في البلكونات والشبابيك قاعدين بيتفرجوا على الكباتن بتاعه الشيخ طه اللي هو كان كابتن فريق الفناجيل، ونسيت اسم الكابتن بتاع فريق الزمالك اللي هو الدرويش يعني. وفي يوم من الايام وانا واقف جول كيبر كان يعني طرت في الهواء وحبيت اعمل منظر كده، وقعت عشان الكره الجول دخل فيا، وطبعا الناس قعدوا يسقفوا ويضحكوا عليا الى اخره الى اخره. ده كان هو النشاط الاسبوعي بالنسبة لنا. النشاط الثاني اللي احنا حاولنا نعمله ان نخرج من الحمية ونطلع على حتة اسمها الحديقة اليابانية اللي في حلوان. فبدأنا نفكر واحنا اطفال صغيرين في سن 9 سنين او 10 سنين ان هو ازاي ناخد القطر من باب اللوق لغاية ما نوصل في الحلوان الحديقة اليابانية ونقعد نقضي طول النهار ونرجع تاني. كان دي اول رحلة كبيرة عملتها أنا ومجموعة من أصدقائي الأطفال، وكنا بنتفرج فيها على القاهرة في أماكن عمرنا ما رحناش قبل كده، في أشياء جميلة جدا شفناها، واتفرجنا على الحديقة اليابانية اللي موجودة هناك والتماثيل اللي موجودة، ورجعنا كذلك إلى البيت يعني نحكي المغامرة الكبيرة دي للوالد والوالدة. الأمر الثالث كنت أنا عضو في الفريق الكشافة في المدرسة، وكان ده جزء من حكمة الوالدة، خاصة ان انا كنت اصبت وانا صغير بحاجة بنسميها شلل الاطفال، كان هي بتخليها دايما تخليني العب العاب رياضية واشترك مع الكشافة في كل الانشطة بتاعتها. وكنا بنروح مخيمات ونتعلم ازاي نعيش في الخيم الى اخره الى اخره الى اخره. من اجمل الاشياء في المصاريف اللي احنا كنا بنصرفها ان كان زي ما انا قلت قبل كده هو ان كان المصروف اليومي للانسان مننا قرش، ولو خد قرشين يا سلام ويبقى عمل شيء كبير جدا جدا، لان كنا بنشتري الطعميه 5 طعميات بتعريفه، ونص الرغيف كان بتعريفه اللي هو يتحط في تعريفه على نص قرش عشان ناكل سندوتش، وكان السندوتش ده ممكن يقضيك طول النهار. دي من الاشياء اللي بنخلي الشباب يفتكروا ان ما هي الانشطه اللي احنا كنا بنقوم بيها، سواء كانت في رحلات او سواء كانت في اللعب الكوره الى اخره الى اخره. طبعا والكوره كانت هي هوسه كل واحد فينا. اخر نقطه هتكلم عليها في المكان ده كان هو غيرتنا على بنات الحي، وطبعا ده كنا لا نسمح لاحد غريب ياتي الى شارعنا لكي يعاكس او يعمل اي شيء غير كريم لبنت من جيراننا. كان دي الرجوله والشهامه اللي احنا كنا عارفينها واحنا عندنا 7 سنين و8 سنين و9 سنين. كان بتقوم خناقات غير عادية ما بين بعض الحواري أو بعض الشوارع أو بعض الأحياء هناك علشان أحد الشباب جه من الحي ده عشان يعاكس بنت الجيران اللي في الحي ده. كنا رجالة وإحنا في سن 7 سنين و8 سنين و9 سنين. جزاكم الله خير عن المشاهدة، وأرجو تفعيل جرس الاشتراك وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.